ما حكم قراءة القرآن على الأموات في المقبرة وإهداء الثواب لهم؟ بدعة، هذا بدعة. القراءة عند القبور أو القراءة في البيوت وإهداء الثواب للأموات هذا بدعة، ما ورد فيه دليل. الذي ورد إن الأموات تصدق عنهم، يحج عنهم، يعتمر عنهم، يدعى لهم، هذا الذي ورد. أما أنه يقرأ قرآن ويهدى لهم هذا ما ورد فيه دليل، فهو بدعة. نعم.